بسم الله الرحمن الرحيم. دي البيبر الثانية النهاردة، التروماتيك والنان تروماتيك ده فراجماتيك ليجن. دكتورة سارة سعر، اتفضلي يا دكتورة سارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوت أهلا واضح؟ فيك. أه سامعك، سامعينك كويس، اتفضلي. تمام. النهارده البيبر هتتكلم عن تروماتيك، استني واحدة معلش، approach to acute traumatic and non-traumatic diaphragmatic abnormalities. تمام. البيبر ان شاء الله بسيطه كده وسهله. في الاول خالص الاناتومي بتاع الدايفرام، ان هو thin dome shape muscle tendinous boundary dividing the thoracic and the abdominal cavities. It's a prime it has a role in the primary inspiratory muscle as a primary inspiratory muscle. تمام. ايه اهميه ان احنا نعرف الدايفرام ده فيه تروما ولا لا؟ علشان الكومبليكيشنز بتاعته، to avoid complications as tissue incarceration, strangulation, ischemia, and perforation. These are potentially life-threatening complications that require urgent surgical management. تمام. حتة امبريولوجي كده واناتومي، الانتيرير سيبتم ترانسفيرسم بيفورم السنترال تندم بتاع الديافرام، وده بيفيوزس with the posterolateral pleuroperitoneal folds and centrally position the dorsal mesentery of the esophagus to form the primitive diaphragm. السنترال تندون ده مكانه مهم علشان ساعات بيبقى يعني الانجري فيه بيبقى ماسكت، هو بي لايز اندر ذا هارت اند ديفيوزد تو ذا برايتال بريكارديوم. البريفرال ماسلز بتاتاتش تو ذا سترنال زيفوي بروسس لور ريبس اند ابر لمبر فيرتبري. الرايت كروس اتاتشنج تو L1 L3 اند وايل ذا ليفت كروس اتاتش تو L2 اند L3. Three major openings in the diaphragm: inferior vena cava at the level of T8, esophagus at the level of the T10, and the descending aorta at the level of T12. A nerve supply to the diaphragm by, supplied by the cervical nerve roots from C3 to C5 via the phrenic nerves. دي كده دايجرام توضيحي للاتاتشمنت بتاع الدايفرام، الانتيرير والبوستيرير اتاتشمنت بتاعته. تمام. عندنا جزء الاناتوميكال فاريشنز ده مهم ليه؟ لان هو ممكن يلخبطنا ان بيبقى فيه هنا ديفكت او بيبقى فيه هنا انجري. اول اناتوميكال فاريشن حاجه اسمها سليبس، نورمال ماسكولار باندلز ذات فورم ا سكالوبد ابييرنس وير ذا دايفرام انسيرتس ات ذا ريبس. عند ماسكه الدايفرام للريبس بيعمل زي جزء مشرشر كده، ده بنشوفه كتير قوي في السي تي. تمام. في عندي حاجه اسمها بارشال دوبليكيشن، كانه فايبر باند كده او اكسسوري الدهيمي دايفرام زي الصوره، ده غالبا بيبقى ذا بوستيريور ريب انسيرشن. تمام. في variation تاني discontinuity of the diaphragm edge is incidentally found and mimicked rupture أو defect زي الصورة كده بالظبط، بيبقى عندي defect عند ال insertion بتاع ال diaphragm، فده بحسبه إن هو traumatic defect. تمام. احنا عندنا ال diaphragmatic injuries بتقسم إلى non-traumatic and traumatic abnormalities. هناخد دلوقتي ال non-traumatic abnormalities زي ايه؟ زي congenital diaphragmatic hernia، زي spontaneous rupture اللي هي بالفالسافا مانوفر او حاجه زي كده، endometriosis related diaphragmatic disease، eventration and paralysis، الانفكشنز، وثراكو abdominal fistula. تمام. ايه هو احنا لسه في النون تروماتيك abnormalities. اول حاجه ال congenital diaphragmatic hernia ده غالبا بيبقى defect في البلورو بيريتونيال كانال كلوجر in or in the septum transversum fusion للانترولاترال body wall. طيب احنا عندنا اثنين congenital diaphragmatic hernia، البوكدلك والمورجاجني. البوسترولاترال بتبقى بوكدلك البي مع البي، وده الموست كومن وبتبريزنت 85% وغالبا بتبقى اللي هي بتبقى ليفت سايدد. ليس كومن هي الانتيرير هي المورجاجني، ودي غالبا بتبقى سنترال زي ما قلنا. سنترال دي يعني ايه؟ تحت البريكارديوم. طيب بالايمجنج هنبقى ايه؟ الابدومينال كونتنتس بتهرنييت انتو ذا سوركس بلس اور ماينس ان في اتلكتسس اون ذا افكت سايد، يعني جزء من اللنج اللي بيبقى فوق الديفكت بيحصل له زي ريلاكسيشن كولابس. طيب او كومبريشن كولابس.
البرينيتال ده فيه بقى ممكن يتشخص برينيتالي والفيتس في بطن مامته ان هو بيحصل له بالمونري هايبوكليزيا، وطبعا جي اي تي ديستريس، والاثنين دول ايمرجنسي. الدايجنوزز ديلايد، لو الدايجنوزز ده ديلايد انتل ادلتهود، ده بي ليدنج تو فيج تشست اور جاسترو انتستينال ديسكمفورت، ريرلي اورجان انكارسريشن، سترانجيليشن، اسكيميا او بيرفوريشن اور انتستينال اوبستراكشن زي ما قلنا قبل كده. تمام، دي صوره كده بتوضح ان احنا عندنا كونجنتال دايفراجماتيك هيرنيا ات ذا ليفت سايد، انا عندي الليفت هيميثوركس از اوكيوبايد باي ابابلي شيب لوسنسز، ده الانتستين، وطبعا عندي رايت وورد ميديا ستاينال اند هارت شيفتنج. تمام، ده الانترو البوستيريور اللي هي الصوره اللي على اليمين دي. تمام، انا عندي باي لاترال هيرنيا، وده في فات هو اللي هيرنيت من الديفكت، وعندي في الصوره اللي على الشمال في ديفكت في السنترال بريكونتيوم، وفي الرايت والفات برضو هيرنيت في الديفكت. تمام، السبب الثاني السبونتينيوس رابتشر، ده سيرجيكال ايمرجنسي بسبب الفالزالفا مانوفر زي ما قلنا قبل كده، بيحصل انكريز الانترا ابدومينال بريشر، وده غالبا برضو بيبقى مور على الليفت سايد وبيبقى بريفيرنت. الايمجنج بيبقى عندي ديفكت والابدومينال كونتنتس بتهرنييت انتو ذا سوركس برضو. تمام، في عندي الرقم 3 الاندوميتريوزس ريليتد دايفراجماتيك ديزيز افكت مينلي ذا رايت هيمي دايفرام، بيريمينوبوزال بيبقى بيحصل، سوري، بيريمينسترال تشيست بين او شولدر بين، ده الكلينيكال بتاعه. ام ار اي بيبقى عندي هايبر انتنس ليجن، بتبقى فوكس كده اون ذا فات سبريشن تي 1 اند تي 2 ويتد ايمج. الكونتراست انهانسد سي تي انا بشوف الديفكت وبشوف الفوكس دي بتبقى از ان ايزو او هايبو دنس نوتيول، واسوسييتد فيتشرز معاه تبقى نيومو بيريتونيوم، ده من الاريتيشن. دي الصورة اهي بالام ار اي، انا عندي هايبر انتنس سيجنال في التي 1 فات سات، وعندي في اللي جنبها في التي 2 فات سات برضه هايبر انتنس فوكس على الدايفرام بريفرال دايفرام. طيب ايه هي الكومبليكيشنز؟ دي مهمة قوي، حاجة اسمها كاتامينيال نيوموثوركس، ده من الاريتيشن برضه كنتيجة دايفراجماتيك او بلورال كومبرومايز وذ ذا هرمونال تشينجز. الكومبليكيشن الثانية رابتشر وهيرني. طيب السبب الرابع افنتريشن اند باراليسيس، الافنتريشن از موست اوفن كونجينيتال اند اسيمبتوماتيك، وهو بيحصل له فوكال اليفيشن اور بولجنج اند ثيننج اوف ذا بارت من الهيمي دايفرام، وغالبا بيبقى في الانترو ميديال اسبكت اوف ذا رايت هيمي دايفرام، وبيبقى كله انتكت ما فيش ديسكونتينيوتي خالص، لكن الدايفراجمات يعني مش ما فيش ديفكت. الدايفراجماتيك باراليسيس هو ابنورمال ويكنس اند اليفيشن في الانتاير ذا هيمي دايفرام، كل الهيمي دايفرام بيبقى ضعيف وبيترفع لفوق واوفن اكوايرد اند سيمبتوماتيك. تمام، دي الصوره اللي على الشمال، دي صوره الايفنتريشن فوكال بلجنج في جزء من الهيمي دايفرام، والباراليسيس كل الدايفرام اترفع لفوق. طيب السبب الخامس انفكشنز فايرال اور بكتيريال اور كومبليكيشن فروم ا دروبد جول بلادر ستون فورمينج ابسس افتر كوليسيستكتومي، السي تي هي الموداليتي اوف تشويس طبعا في الابسس. تمام، والام ار اي بيوريني ان انا عندي هنا بارا سباينال سوفت تيشو فليجمن واكستندنج انتو ذا ديسك. تمام، في الصوره في الصوره بي رافع الرايت هيمي دايفرام لفوق وافكتنج الهيمي دايفرام، والصوره اللي على الشمال هي دي صوره الدروب ذا جول بلادر ستون، هي هايبر يعني دي يعني هايبر دانس فوكس موجودة على أو يعني انستويتد جوه الدايفرام في الرايت سايد، دي بعد كوليسيستكتومي. طيب سبب السادس تراكو ابدومينال فيستري كونجينيتال اكوايرد انفكشنز، الاكوايرد بتبقى كنتيجة للانفكشنز ياتروجينيك او تيومرز. في الفيستولا هي بتتقسم لايه؟ لهيباتوثوراسيك، بانكرياتوكوثوراسيك، انتيرو ثوراسيك فيستري اند اذرز such as نيفروثوراسيك فيستولا. الهيباتوثوراسيك فيستولا تايب اوف هيباتوثوراسيك فيستولا انكلودنج هيباتو بلورال هيباتو بالمونري بايلو بلورال اند بايلو برونكيال، موست كومنلي رايت سايد انفولفينج ذا سكسبتبل بير اريا اوف ذا ليفر. الاكس راي بيبقى عندي رايت سايد بلورال افيوجن، وبيبقى عندي اتالكسيس واند كونسوليشنز، السي تي دايركت فيجواليزيشن اوف ذا فيستولا،
indirect sign including pleural effusion, fluid collection and diaphragmatic interruptions. ورينا الصورة ده. نعم. اوكي، في عندي حاجه اسمها contrast enhanced MRI cholangiography showing leakage of hepatobiliary contrast material into the thoracic cage. Transdiaphragmatic migration of the trade tracer from the liver into the thorax at the hepatobiliary scintigraphy HIDA is diagnostic. ده ده صورة صورة بانكرياتيكو بلورال فيستولا كنتيجة البنكرياتيتس. أنا عندي هنا fluid collection with, with marginal thick enhancement موجود في ال from the region of the pancreas and extending upward to the thorax. اوكي، النوع الثاني gastrothoracic fistula بيبقى عندي pleural effusion, complex fluid collection, diaphragmatic discontinuity, air or fluid filled the fistula tract plus or minus leakage of enteric contrast material. Colothoracic fistula, colonic gas or content fistulizing to the thorax plus or minus leakage of enteric contrast material. انا عندي هنا gastropulmonary fistula بعد sleeve gastrectomy. الصوره اللي على اليمين ده، الصوره اللي على الشمال دي اكس راي توريني ان اللور ليفت لور لانج زون في عندي كافيتري ليجن وذ ثيك وول. طبعا مش هقدر اشوف في الاكس راي الديسكونتينيوتي بتاع الهيمي دايفرام. في السي تي انا شفت الديسكونتينيوتي بتاع الليفت هيمي دايفرام از فوكال ديفكت وهيرنييتنج منه اير بابلز وعامله كافيتري ليجن وذ ثيك وول. تمام، هنا الجاسترو بيريكارديال فيسترا افتر جاستريك باي باس سيرجري. هنا اللقطه الحلوه جدا ان الكونتراست ماتيريال يعني طلعت من الكولون وراحت على البريكارديوم. هناخد التروماتيك ابنورماليتيز. تروماتيك ابنورماليتيز بتتقسم لحاجتين، يا اما بلانت تروما يا اما بنتريتنج تروما. البلانت تروما الليفت سايد از مور كومن كنتيجه للليفر سبورت بيسبورت الرايت سايد فصعب ان هو يحصل انجري في الدايفرام. الاكس راي اليفيشن اوف الدايفرام نيزو جاستريك تيوب ويذن ذا تشيست كافيتي. لو الراجل يعني كان في نيزو لو سوري لو البيشنت حاطط نيزو جاستريك تيوب هات مايجريت في التشيست كافيتي. انترا ثوراسيك جاسترو انتستال تراكت اير اير فلويد ليفل اند انترا ابدومينال كونتنت ويذن ذا ثوركس. في ساينز بقى هنا في التروما، في ساينز كتير. اول ساين هي الكولر ساين، الهيرنييتد ابدومينال كونتنت بتبقى فوكالي كونستريكتد من النص اند ريزلتنج ان نارود نيك كنتيجه للبريشر اوف ذا دايفرام اراوند الديفكت، فبتعمل ابورد داونورد بولجنج كده شبه الكولر. الدايفرام از اليفيتد اكتر من 4 ل 6 سم فوق الكونترا لاترال هيمي دايفرام، بيحصل ميديستاينال شيفتنج، ريب فراكتشر، نيوموثوركس اند لور ليب كومبريشن اتلكتسس. والبلانت احنا لسه في البلانت تروما، السي تي فايندنج بقى خدنا الاكس راي، السي تي دايركت وان دايركت اند انترميديت ساينز. الدايركت ساين اوف بلانت دايفراجماتيك انجري دايفراجماتيك ديفكت، الدانجلنج دايفرام ساين ذا فيجواليزيشن انورد كيرفيتشر او كوما شيب ذا فري ايدج اوف ذا انجر دايفرام، بيبقى يعني بيبقى زي الفليل كده بيبقى رايح جاي. ابسنت دايفرام خالص، الدايفرام مش ديفكت بس ذا وايد ديفكت. Herniation through the diaphragmatic defect ده الـ indirect sign. الـ direct sign اللي هم الثلاثة دول، الـ diaphragmatic defect، الـ absent diaphragm والـ dangling sign. طيب الـ indirect signs herniation through a diaphragmatic defect. الـ color sign زي الـ X-ray بالظبط. الـ hump sign right dome of the liver but herniated and constricted through the defect. الباند ساين ده كنتيجه للهامب ساين، ان في جزء من الليفر هيرنييتنج في الثوركس وكونستريكتد بيحصل هايبو اتنويشن في الليفر بارينكينا ادجيسنت تو ذا هامب. انا عندي هنا طبعا وايد دايفراجماتيك او ابسنت دايفرام، ده يعني ده دايركت ساين ابسنت دايفرام، وفي هيرنييشن في البول لوبس في الرايت سايد اوف ذا هيمي ثوركس. تمام، الصوره اللي على الشمال، الصوره اللي على اليمين دي الثلاثه ساينز، الكولر ساين والهامب والباند ساينز. احنا لسه في الاندايركت ساينز، في عندي ديبندنت فيسرا ساين انترا ابدومينال اوجنز بتلاي دايركتلي along the posterior thoracic wall.
الابدومينال كونتين الابدومينال اورجانز خلاص ما فيش دايفرام سبورتنج البوستيرير استك بتاع الهيميثوركس، فالابدومينال فيسرا بتطلع لفوق وبتبقى واقعه على البوستيرير ابدومينال وول او البوستيرير ثراسيك وول. Sinus cut off sign displays the pleural fluid by the mispositioned abdominal content along the posterior thorax. لو في pleural effusion ال herniated abdominal content بتزق ال effusion ده لفوق وبيبقى كأن في جاب كده. Abdominal content peripheral to the diaphragm, herniated abdominal contents or fat around the edge of the diaphragm or pleural attachment. الصورة اللي على الشمال the dependent visceral sign، احنا عندنا السبلين lying directly to the posterior thoracic wall، وعندي ال sinus cut off sign، انا عندي pleural effusion بيبقى displaced upward بال herniated spleen. اوكي لسه في الاندايركت ساين elevated intra abdominal contents communication between the both cavities. لو في بقى بلورال افيوجن وعندي اسايتس بيبقى كوميونيكيتنج مع بعض، لو عندي هواء نيوموثوركس ونيوموبروتونين بيبقوا سايحين على بعض، لو في بلاد بيبقوا هيميثوركس او هيميبروتونين بيبقوا كوميونيكيتنج مع بعض. اوكي تمام. في عندي بقى ساين تاني اللي هي ال في diaphragmatic thickening الدايفرام او البيري diaphragmatic leakage. diaphragmatic thickening ده الدايفرام تخن وغالبا ده بيبقى زي بلاد كده او يعني contusion. diaphragmatic او بيري diaphragmatic leakage of contrast material hypo enhancing diaphragm rib fracture. انا لسه في البلانت العناوين اهي، انا لسه في البلانت تروما سي تي اللي هي النون سبيسيفيك او الايكويفوكال ساين ذات warranting further evaluation. انا لسه كل ده في البلانت تروما. ادي الدايفراجماتيك كراست ثيكنينج وادي الرايت سايد هيموثوركس هيموثوركس لاسيريت ولاسيريشن موجوده في الرايت لوب اوف ذا ليفر. اه دي حاجه اسمها الكونتيجوس انجرز. اه دي لطيف قوي اللي هو ايه، لو انا عندي ابدومينال انجري وعندي جنبيه في ثوراسيك انجري، يعني مثلا عندي هنا هيباتيك لاسيريشن وعندي في الجست هيموثوركس، فاكيد الدايفرام اللي ما بينهم انجرد. يعني انا بعتبر كده فور جرانتد ان في عندي انجري فوق وانجري تحت، فالفاصل اللي ما بينهم اكيد انجرد، فدي اسمها الكونتيجوس انجرز او كونتيجوس ساين. طيب هناخد بقى البنتريتنج تروما. This continuous diaphragm sign او segmental diaphragmatic defect برضه هو الصوت فصل يا سارة. سارة خلاص احنا قربنا نخلص. اتفضل. سامعيني؟ اه سامعينك يا سارة اتفضلي. تمام. احنا لسه اخر حاجه بقى في التروماتيك ابنورمالتيز بنتريتنج تروما، كنا بنقول ان احنا عندنا الديسكون ال ثانيه واحده نرجع تاني سلايد بس. اوكي لو انا عندي زي ما اتفقنا حاجه اسمها الكونتيجوس انجري ابورد وداون وورد انجري، معنى كده ان الدايفرام از انجري. الفات او الابدومينال اورجان هيرنيشن والدايفراجماتيك ليكج اوف ذا كونتراست ماتيريال. تمام ايه الكونكلوجن بقى؟ ان انا عندنا الدايفراجماتيك انجري از اتروماتيك اند نون تروماتيك. تمام باثولوجيكال كونديشنز وده وايد رينج اوف ديزيز زي ما احنا قلنا عليه. راديولوجيست شود بي اوير اوف بوث دايركت اند اندايركت ايمجينج ساينز اند فيتشرز تو انشور بروموت دايجنوزس اند امبروف بيشنت موربيديتي اند مورتاليتي. شكرا جزيلا. اوكي تمام شكرا شكرا جزيلا يا سارة. نفس القصة برضه عاوزين نعمل مابنج للبيبر، يعني ايه الاكوت تروما بنقسمهم بنتريتنج وبلانت تروما. طب النون تروماتيك بنقسمهم ازاي؟ القصة دي مهمة عشان الميمورايزيشن يا شباب، ان احنا نعمل مابنج للموضوع. شكرا شكرا جزيلا يا سارة. بنفس الطريقة هنخرج يا شباب وندخل تاني وندخل تاني عشان نشوف آخر بيبر النهاردة إن شاء الله مع دكتورة لمي.